اهلا وسهلا بيكم وفيديو جديد. عندك الغسالة زي ما انت شايف كده، ولا بتلف يمين ولا بتلف شمال. تيجي تبص عليها تلاقيها ولا هي قادرة تلف يمين ولا هي قادرة تلف شمال، ويا عيني بتحاول تلف مش عارفة. طبعا انت ممكن تجيب فني يقولك الموتور خلاص بتاعها باظ وانتهى وراح لحاله، ويا حول الله يا رب، يا اما تجيب لك موتور جديد يا اما تشتري غسالة جديدة. معانا احنا هتلاقي الحل. مش مهندس عابد معانا دلوقتي هيقول لكم الحل ايه من غير ما تجيب غسالة جديدة ومن غير ما تجيب موتور جديد. تابعوا معانا وهنعرف التفاصيل والخبايا ايه دلوقتي. اعزائي المشاهدين اهلا وسهلا بيكم. طبعا شفتوا الغسالة مش قادرة تلف، احنا اول حاجة نعملها نفك الغطاء الخارجي، بعد كده هنبدأ نحدد العيب. خليكم معانا شايفين كده. دلوقتي فكينا الغطا بتاع الغسالة وهنبدأ نحدد العيب. هنروح على الكوندنسر اللي هو بيقوم الموتور، وهنبدأ نقوم ايه باستبدال المكثف اللي هو الكوندنسر او المكثف او الكبستر. هنفكه زي ما انتم شايفين. ده كده الكوندنسر، نحدد رقمه. ده الكوندنسر اللي هو المفروض ان هو بيقوم الموتور، الكوندنسر اللي هو بيقوم الموتور. بيتحكم في درجة تشغيل الموتور. ادي الكوندنسر الجديد. ده طبعا نزل طرفين، دول كده طرف واحد ودول كده طرف واحد. هركب في اي طرف، المهم ايه ان انا معكس الاطراف. دول كده طرف واحد، ممكن اركب هنا او هنا، وهنا ممكن اركب هنا او هنا. ده الطرف التاني، وابتدي اشغل الغسالة. زي ما انتم شايفين كده ركبنا الكوندنسر وشغلنا الغساله. الغساله كده طبعا بدات تلف يمين وشمال. اذا كده الموتور سليم. اعزائي المشاهدين تعالوا كده نراجع مع بعض بعد ما احنا ركبنا. طبعا انتم كنتوا شايفين الغساله مش قادرة تلف. فطبعا اي حد بيتخيل ان الموتور كده محروق، ولكن المكثف هو اللي كان في العيب طبعا مع الوقت بيضعف، فبيخلي الموتور ما يشتغلش طبيعي. فاحنا كده طبعا ركبنا مكثف جديد وبدأنا في تشغيل الغسالة. زي ما انتم شايفين كده بدأت شغالة طبيعية، وطبعا انتم شايفين متابعين معانا. كده الغسالة طبعا شغالة طبيعية كده طبعا، إذا الموتور كده سليم مش محروق. زي ما انتوا شفتوا معانا دلوقتي، احنا كنا متخيلين ان موتور الغسالة باظ، لكن لما جه الباشمهندس عابد وبص على الغسالة قال لا، ده مش مشكلة موتور، موتور الغسالة سليم وزي الفل. المشكلة فين يا باشمهندس عابد؟ قال لك المكثف اللي بيكون مسؤول عن تشغيل الموتور واعطاء القوة هو دوت اللي بيضعف مع الوقت. احنا هنغير المكثف وكل حاجة هتبقى تمام، وفعلا ده اللي حصل. بعد ما غيرنا المكثف وجربنا وشغلنا زي ما انتوا شايفين كده،
الغسالة شغالة وبتلف يمين وبتلف شمال زي الفل. وعايز اقول لكم ان الغسيل اللي موجود جوه الغسالة دلوقتي يعتبر الحجم مضروب في 2 علشان نشوف ان كانت فعلا المكثف هيشتغل بشكل كويس ولا لا. وطبعا كل الشكر للبشمهندس عابد اللي حللنا المشكلة من غير اي تكلفة. شكرا يا باشمهندس عابد. أنا بدأ طبعا نقفل الغسالة ونديها طبيعتها. وأي استفسار إحنا معاكم على القناة والموجود طبعا الرقم، وتابعونا دايما هتلاقوا جديد في كل أوقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.